للاشتغال والجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب باش نواكبوا أبرز التصريحات بخصوص هذه الجلسة تدسويت في زابينغ. زابينغ. انطلقت اليوم سهام الصباح الاثنين 13 مارس 2023 الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب برئاسة أكبر النواب سنا صالح المباركي وبمساعدة أصغرهم سنا غسان يمون وأصغرهن سنا سيرين بوصندل وذلك بعد انقطاع دام عام وثمانية أشهر. وتلا النائب غسان يمون القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية. وأدى في الجلسة الافتتاحية للبرلمان مختلف نواب مجلس الشعب اليمين، نسمعوا مع بعضنا أداء اليمين. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفعيل لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأطلع على خير وجه بمسؤوليتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام الدستور دستور البلاد وقوانينها. تحية للبرلمان. تم منع الصحفيين من التغطية واحتجاجا على منعهم من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية للبرلمان اليوم. اعتصم الصحفيون والمصورون الصحفيين من مختلف مؤسسات الإعلام المحلي والأجنبي في الطريق المؤدي إلى مدخل مجلس نواب الشعب رافضين ما اعتبروه تعتيم على أشغال وكواليس البرلمان. نسمع أهم الشعارات اللي تم رفعها في الاعتصام هذه. وحنا نحكي على الجلسة الافتتاحية للبرلمان، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد على المجلس التشريعي القادم أن يكون في مستوى انتظارات الشعب وتطلعاته. وأضاف سعيد خلال زيارة أدها نهار السبت لمؤسسة سنيب لابريس فليعلم النواب أنهم تحت رقابة الشعب التونسي. وأكد رئيس الجمهورية أنه البرلمان ماهوش باش يكون كما كان في السابق وأشار زيادة على منع الكتل في البرلمان. التشريع القادم أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي وليعلم هؤلاء النواب أنهم تحت رقابة الشعب التونسي. وما يحصل اليوم حتى مع عدد من النواب في تكوين الكتل هذا أمر يعتبروه من التاريخ، ولن يكون البرلمان كما كان في السابق. والتشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي. عندنا زوز نقاط باش نحكيو عليهم في هذه التصريحات. الأولانية منع الصحفيين احتجاجهم، وهذا باش يخلي وسائل الاعلام المحليه اليوم احنا نحكيو على منع الصحفيين، وسائل اعلام اخرى دوليه واجنبيه تحكي على منع الصحفيين في الوقت اللي كان الافضل انها تحكي على المجلس وعوده المجلس وانعقاد المجلس في اولى جلساته بعد 18 شهر كامله. دونك وكانه نغصت او هذا القرار نغص عوده البرلمان. وعلاش رئيس الجمهوريه ربما يكون هو معناها او رئاسه الجمهوريه او اي طرف اخر لما تم أخذ مثل هذا القرار اللي نغص على عودة البرلمان؟ هذه النقطة الأولى سي فتحي. النقطة الثانية هي منع الكتل في النواب وخطاب الرئيس نهار السبت الموجه للنواب بأنه هما تحت الرقابة متاع الشعب التونسي ولا مجال للكتل أصبحت من الماضي في الوقت اللي الفصل 62 من الدستور ينص على الكتل، وبالتحديد يقول أنه النائب اللي يخرج من الكتلة متاعه ما عادش عنده الحق باش يلتحق بكتلة أخرى.
شكرا أستاذة سهام. بالنسبة للمسألة الأولى معناها أرى شيء كان منتظر كما قلت، وحبذا لو كان معناها للمناسبة هذه كانت اكتسبت صبغة الاحتفالية معناها بأتم معنى الكلمة، ويكون عندها زادة وقع حتى على عموم الشعب التونسي قطع النظر كما قلت على النواب، وكونه ربما تضفي معناها مزيد من الشرعية على الانتصاب للمجلس. لكن ما نقوله بصدق معناها ديما نقول لك انا يعني ننقل الواقع معناها الواقع، ممكن تطلبني في رأي نعطيك رأي، الواقع عكس ذلك تماما، حتى تنغيص ربما بالنسبة للصحفيين ولا الناس اللي تهتم بالشأن الإعلامي ولا الناس ربما ملاحظين أجانب، وربما فهمتني بعض النخب معناها في تونس اللي تقول لك شبيه علاش الإعلام، وإحنا معناها بحوجنا للمعلومة ولمواكبة الحدث اللي معناها في هذه الدرجة من الأهمية يلزم نواكبوه. بالنسبة لرئيس الجمهورية يلزم نعرفه معناها سبحان الله، سي با نوفو راو هذايا ما يقول له حتى شيء، صار يدير يعني بالنسبه لرئيس الجمهوريه، وهذا امر واقع اللي يهمه بدرجه اولى كونه المجلس ينتصب، المجلس يشرع في تشكيل معناها الهيكله نتاعو، رئيس نظام داخلي، ربما بعض لجان وهلم جره، هذاك راهو الاهم بالنسبه ليلو باش يلاحظ هذاك. وربما نقول لك حاجه اخرى، قد يلاحظ بالنسبه للصحفيين هذيك ما كنت كاعتبرها منظومه فاسده معناها في اطار حتى كل مع بعضهم ما قبل معناها 25، بالنسبه للاجانب ربما يقول كذاك التدخل في الشان الداخلي، وراه نحن لا نسمح بذلك، وتونس مشي ضايعه وهلم جرى حتى التغطيه الاعلاميه موجوده، التغطيه الاعلاميه خاطر علاش ينجم يغطي تغطيه اعلاميه وتكون معناها من منظار سلبي، مس معناها من 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 الشيء اللي هو يحب معناها المجلس، الشيء اللي تم بالنسبه في نظر حتى معناها انصار اتباع حركه 25، هذاك اللي يلزم يتم، وهذاك الامثل وهذاك الانسب بالنسبه لتونس. اما هذا سي فتحي من منظور رئيس الجمهوريه بالطبع، نحكي لك على طبع الواقع، هذا واقع وعايشينه الناس الكل، راه ماناش مش ننكروه. اما كي تقول لي بامور اخرى معناها شنو رايك وشنو كذا، هاني قلت لك انا قلت لك حبذا لو كان الامر، لو كان هالحدث هذايا الهام بالنسبه لتونس معناها معناها تنصيب اول مجلس بعد 25 جويليا وبعد الانتخابات وبعد الريفرندوم وبعد 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 وكلمات وكذا وناس موقوفين، على الاقل يكتسي صبغه احتفاليه نوعا ما وتمكن الناس باش يغطيو وباش المعلومه توصل معناها للناس اللي مهتمين بالشان الاعلامي. سي فتحي قبل ما نتعداو للنقطه الثانيه نتاع الكتل، اليوم شفنا هيئه الانتخابات كيفاش تعاملت مع الصحفيين في التغطيه نتاع الانتخابات في الدورة الأولى وكذلك في الدورة الثانية. رئيس الجمهورية أيضا لا يدلي بتصريحات لوسائل الأعلام أو حوارات صحفية أو ندوات صحفية سواء للحكومة ولا لرئيس الجمهورية، واليوم يتم المنع في مجلس نواب الشعب. لما الخشية من الأعلام؟ نقطة أخرى بربي سي فتحي أنت أشرت لها إلى أنه الأعلام وقت يغطي ربما يتم اعتباره تدخل في شؤون الداخلية. لا، الأعلام الخارجي. الخارجي أي الخارجي لا أنا نقصد زاد على الخارجي، اللي وسائل الاعلام عندها مكاتب في كل دول العالم وموجوده بارتو معنى هذا في العالم اجمع. هذا راهو في وضعيات عاديه، راهو نحكي لك تيوريكمون في الوضع العادي معناها تجي نحن مؤتمرات نتاع احزاب، مش هو مجلس النواب وما ادراك ما مجلس النواب اللي هو معناها نقول لك على السلطه في البلاد معناها فهمتني. بعد السلطه التشريعيه ما فما رئاسه الجمهوريه وبعد السلطه التنفيذيه وبعد السلطه التشريعيه معناها فهمت. هذاك في وضع عادي، راهو في وضع عادي معناها بالهلال وبالواحد بالاحتفالات وبالتغطيه الاعلاميه، وبل بالعكس تلقى نحن نرغبوا معناها نرغبوا باش نعرفوا يا عالم شوفوا احنا رانا ببلد ديمقراطي وبلد معناها تركيز البرلمان احبابنا مكارهنا معناها راهو مجلس نواب الشعب اسمه في جسمه معناها يكرس المفهوم هذاك نتاع السلطه للشعب، دونك بصوره او باخرى يكتسي نوعا ما من اللبنه في مسار الديمقراطيه ولو فيها معناها شوائب بعض الشوائب وكل شيء، دونك يفرح الانسان باش انت تعطي صوره على الواحد، هذا راهو عكسه تماما في فكر الرئيس قيس سعيد. واضح. به النقطة الثانية نقول لك علاش زادة ما قلناها علاش معناها ما نقعدوش نرجعوا وننتظر، يعني ننتظر باش ما يشاركهمش حتى مستقبلا ما عدا في حالة واحدة نقول لك عليه معناها بالنسبة لي له راي المنظومة كلها ما قبل 25 ويلة والكلهم ساهموا فك العشرية هذيك اللي فهمتني الله أعلم كيفاش يوصفوا فيها، ولهذا بما فيهم حتى حد الشغل هاو داخل هذا في هذا، دونك هذيك منظومة فاسدة هو قاعد يبني في بنية جديدة، لبنة أخرى في إطار البنية الجديدة هي مجلس النواب.
اللي يرضى عليه مثلا تو بالنسبه للقناه الوطنيه هذيك معروفه معناها ما خطها التحريري معروف، وبالنسبه للتاب هذيك وكاله توصل فيك الانباء معناها جهاز رسمي نتاع الدوله يعني. فهمتني؟ ممكن توا بعض اذاعات وبعض قنوات، علاش قلت لك نقول لك على حاجه اخرى اللي قاعد السيد الرئيس معناها ما نقولش يروض فيها ولا حاجه، قاعد يسهم في اخراجها من اوضاع معناها متردده وكل شيء، وربما هذيك تقعد تدين نوعا ما بالولاء للرئيس قيس سعيد، وربما معناها تعدل في الخط التحريري نتاعها. واضح صفتي بالنسبه للكتل. الرئيس يتحدث على انه الكتل اصبحت من الماضي في حين نص الدستور ينص صراحة على الكتل والخروج من كتلة إلى كتلة. شنو الإشكال بالضبط؟ كيفاش نجمو نفهموا يعني هذا التصريح؟ همش نقول لك بالتفصيل. أولا الساعة ما قالش كتل، أقراه الفصل بالضبط. ما يمنع على واحد باش ينتقل من كتلة إلى أخرى. كتلة. أي؟ إلى كتلة. ماذا يعني ذلك؟ يعني كتل؟ لا مش كتل. من كتلة إلى كتلة. أي إيش معناه؟ فهم كلمة كتل موجودة؟ فما موجودة ولا؟ ما همش نعطيك هذا التفسير. ايش معناه من كتلة إلى كتلة؟ يعني على الأقل فما زوز كتل. على الأقل زوز كتل صحيت. على الأقل. كتلة كتلة هو شي يحب الرئيس تو. ظاهر شي يحب الرئيس معناه، ظاهر من كلامه وكل شيء، كونه المشهد نتاع قبل تشتت فهمتني النواب وفي كتل، وخاصة ظاهرة السياحة الحزبية وكل ايش يسميوه معناها في 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 كرة القدم معناها الميركاتو. الميركاتو. وتولي فلوس وتولي كذا، وسمعنا برشا كلام هذاك كل ساعة يتم إلغاؤه ضمنيا. إيش باش يكون المشهد؟ تقريب تقريب تقريب، يا إما معاه مسار 25 جويلة وذيك كتلة مش تكون كتلة كبيرة، يعني كتلة اللي باش تضمن توازن واستقرار للمجلس. راهو ايش نقول لك، أحببنا حتى على مستوى الدول حتى على مستوى الدول ديما ناخذ امريكا، امريكا ما يكونوا مدرسه في الديمقراطية ولو فما بوان دانتروغاسيون، فما زوز احزاب قاعده تداول معناها بطريقه سلميه على السلطه. فهمتني؟ وهو كي تبدا كتله كبيره معناها كتله كبيره ماشيه مع التيار معناها ماشيه مع 25 جويل، وهذا اللي باش يقع تو نشوفوا النتائج، خاطر فما اللي قلت لك يفهم يعرف كيفاش يقع، هذه حاجه. وفما ما تبقي له ما تبقي له مش يقعد كيف المعارض معناه. وبالنسبه لي لهم مش يعتبروها، خلينا نعطيك الوضع راهو بالضبط تو تلقاه بالضبط بعد بحول الله. بالنسبه لاخر الكل اللي باش يقعد راهو الشاذ ويحفظ له ويقاسوا عليه. صفتي هوني تقولي انت فما كتله كبيره باش تكون مسانده وفما كتله ربما تكون معارضه، انا نقول لك بانه ما فماش شكون معارض لمسار 25 جويليه في هذا البرلمان، ومع ذلك اطراف تعلن مساندتها وانها مع المسار ومع الرئيس والى غير ذلك، ولكن منقسمين في كتل حرك 25 جبيلية ولينتصر الشعب مثلا على سبيل المثال. هما زوج في نفس يتلموا السياق هذوك اقصد ثم نقاط تقاطع مش يتلموا. والرئيس اش قال باش يكون حتى في نفس الكلمه باش يكون ديدانهم الكل هما ذوما اللي مساندين 25 تو كيما حركه الشعب مثلا كيما لينتصر الشعب ولا حركه 25 جبيلية، لكن هاو ثم نقاط تجمعهم هو معناها كلهم ماشيين مع 25 جبيلة. واحنا سالنا عليها كان نهار اخ من 25 جويليه النقاط اللي تجمع، اولا ماشيين مع 25، ثاني حاجه ولاء تام للرئيس قيس سعيد، ولو عندهم بعض المؤاخذات خاصه في معناها منهجيه الخطاب وهلم جر. خلينا نختم معناها بنقطه اخرى بالنسبه للسيد رئيس الجمهوريه ايش يحب معناها؟ قال لك تكريس مصلحه البلاد مصلحه الوطن يلزمها تكون فوق كل اعتبار، وراو بالنسبه ليلو ضمان حد ادنى من الاستقرار في المجلس هذاك اللي باش يبكنوا باش يزيد يقدم كوسوسوا على مستوى تشريعات على مستوى اتفاقيات دوليه على مستوى استثمار على مستوى فهمتني. واضح سي فتحي. في بقيه التصريحات اليوم في زابينغ نحكيوا على الهيئه الاداريه لاتحاد الشغل. صحيح سهام، تعقد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل اليوم اجتماعها الدوري في جزيرة قرقنة، وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي بصفاقس أنه ضمن جدول أعمال الهيئة النظر في والوضع العام نقبيا ووطنيا وتقييم المسيرات الجهوية ومسيرة تونس اللي انتظمت مؤخرا. وقال الطبوبي أنه أهالي قرقنة فرحوا بنا. والهيئة الإدارية بطبيعة الحال اليوم ستتطرق لتقييم كل المسيرات الجهوية والمسيرة اللي كانت في تونس، وبطبيعة الحال في مدى استجابة الحكومة لمد جسور الحوار الجدي والشفاف من أجل تطبيق محاضر الاتفاق لأمضية معاهاته
الحكومة. إن شاء الله نقول أني في جزيرة مهد النضال الوطني والنضال النقابي جزيرة قرقنة، اللي نشكرهم من منهم كان كل الحفاوة وكل الترحاب، ومش غريب على أهالي جزيرة قرقنة وعلى أهالي صفاقس. فإن شاء الله سنتطرق إلى جملة من القضايا، ويهمنا زاد الشأن العام طارق اليوم توتر المناخات واللي تلقي بدلالها على المناخات الاجتماعية كله مرتبط ببعض. وأشار طبوبي أنهم ليسوا في منافسة مع أي كان، وأنهم لن يترشحوا في أي انتخابات لا تشريعية ولا رئاسية لا قبل الثورة ولا بعدها، وإنما نريد البلاد تسير في الطريق الصحيح وفق تعبيره. وشدد الطبوبي أنه حتى وإن ألغوا التفرغ النقابي ونصبوا المشانق، فإن الاتحاد متمسك بمقيميه وبمساره. يا أخوي العزيز اسمعني، ينهوا التفرغ النقابي، يعملون اللي يحبوا، يحبوش ينصبونها مشانق، يتفضلوا احنا المسار بتاعنا ومسيرتنا وثوابتنا والقيم اللي تأسس عليه الاتحاد رانا ماشيين فيها. زيارتك نحن موجودين ديما موجودين. طيب يجي هذا في ظل احداث اخرى باش نركزوا عليها زاده، فما نقابيين من جزيره قرقنة هبطوا بيان البارح اعتبروا بانه اختيار قرقنة لعقد الهيئه الاداريه هو غطاء لحجب الانحرافات، يقولوا ذلك ليس الا محاوله يائسه للبحث عن غطاء لحجب ما وصفوا بالانحرافات الخطيره وكافه اصناف المغامرات غير المحسوبه. حكوا زاده على انه ذلك يتم لارضاء طموحات مجموعه من الذين أجهزوا على مطالب الشغالين وقضاياهم الفعلية أرضاء لمواقعهم. يقول زاد بأن رمزية حشيد وخط النضال ليس أصلا للبيع ولا رصيدا استثماريا في بورصة المغامرين بمستقبل المنظمة، يعبروا على شجبهم الشديد لهذا الاستثمار الدعائي لروحية حشيد، ويعلقوا كريمو مباشرة على تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتاريخ 4 من هذا الشهر، اللي يعتبروه أنه فيه زيغ في اصطفافات داخل خندق المتآمرين، وكان وقتها وجه تحية إلى مساجين المرناقية، واعتبروا في ذلك انحراف عن إرث المنظمة وثوابتها، طالبوا بدمقراطة العمل النقابي صلب المنظمة، واعتبروا زادة بأنه كل المقررات اللي باش تنبثق من الهيئة الإدارية اليوم لا تلزم أهالي قرقنة وأبناء حشيد الفعليين في شيء. حاجة أخرى زادة، تنسيقية أعوان وزارة الصحة قالوا لابد من إنهاء التفرغ النقابي ومحاسبة الفاسدين من أبناء نقابات اتحاد الشغل. أحكيوا على برشا تفاصيل، دعاوا رئيس الجمهورية وزيرة العدل ووزير الداخلية لفتح بحث قضائي ضد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء الجامعة العامة للصحة بسبب تجاوزات حسب تعبيرهم تجاوزات خطيرة يرتكبونها في حق القطاع ومنتسبي ودعواتهم المشفرة للاقتتال بين أبناء قطاع الصحة والتمييز فيما بينهم. دعوا إلى إلغاء مبدأ الاقتطاع الآلي لمعلوم الانخراط لفائدة نقابة اتحاد الشغل إلى غير ذلك. اليوم اسم السيد نور الدين الطبوبي أصبح يشكل إشكالا لدى بعض النقابيين ولدى بعض الهيكل النقابية. هذا صراع جديد متجدد. سي فتحي، هل تعصف هذه المواقف بوحدة وتماسك المنظمة الشغيلة؟ شكرا أستاذة سهام. أول حاجة نحب نأكد عليها مجددا هو كونه معناها مهما صار الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، منظمة معناها عندها تاريخ نضالي طويل، ومنظمة أسهمت بعديد الأشكال في بناء من موقعها بالطبع في بناء ما نعيشه اليوم، معناها بناء الدولة الحديثة تونس الحديثة. هذا مما لا شك فيه، وحتى إنسان ما ينجم يشكك في هذا. إلا أنه وأحقاقا للحق الوضع متاع المنظمة الشغيلة مش كما قبل الحقيقة. علاش؟ عديد الانقسامات الأسباب. الأسباب معناها تراكمات نوعا ما. أولا من قبل حتى يقع المؤتمر الاستثنائي فما ديما انقسامات وخروج على الصف، بالنسبة خاصة وهو قطاع حيوي وهام وهام جدا بالنسبة لجامعة التعليم على المركزية النقابية، وده نشوفوا فيه معناها الأستاذ سيد معناها اليعقوبي ديما معناها خارج على الصف، هذا من ناحية، وهذيك تمس بنوعا أو بدرجة أو بأخرى، فهمتني، وحدة الصف النقابي، خاطر توا قوة الاتحاد مش من وحدة الصف النقابي. اثنين المؤتمر الاستثنائي، استثناء رو أحببنا أم كرهنا فما ناس
ضدك المؤتمر هذاك وضد تجديد العهده بالنسبه معناها للخيان اللي وفات الدوره. راهو نحترموا الناس الكل، راهو قوس نحلوا قبل ما نكمل قوس نحلوا، راهو نحترموا قيادات الاتحاد وكما قال السيد نور الدين الطبوبي نحترموا المقامات وكل انسان ان شاء الله ربي يوفقه حيث هو معناها مسؤول. هذا مما لا شك فيه. ثلاثة فما هذه فما ساعة يعتقد الرئيس قيس سعيد والمنظومة الجديدة متاع 25 جويليا كونه الاتحاد كان من الأطراف اللي ساهمت في الوضع اللي وصلته تونس بعد العشرية، معناها كان عنصر فاعل على الساحة معناها من النقابية بدرجة أولى باعتبار المنظمة الشغيرة، ولكن كذلك على الساحة السياسية وهم يقودوا الاتحاد بيدهم يعترفوا كونه معناها ديما عندهم كلمة فيما يتعلق بالشأن العام بالبلاد وخاصة الشأن السياسي. وشفتوهم معناها هم حتى الرباعي متاع الحوار اللي بشي باش يحل الأزمة وقتها بالحق معناها تونس في عنق الزجاجة، شكون هما معناها فيهم على رأس القائمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. ثلاثة ثم تعيين السيد البغديري معناها وزير التربية هذيك عنده خلفيات، السيد محمد علي البغديري عنده خلفيات وربما إنسان كان عضو معناه المكتب التنفيذي تاع الاتحاد في وقت ما وربما عنده بعض المعطيات وربما كذا، هذيك راية زادة ما ننسوهاش معناها بطريقة أو بأخرى. وشكك في المؤتمر الاستثنائي وكان من أبرز المشككين ضد التوجه هذاك نتاع التجديد، خاطر هو شنو كان يعمل؟ كان مش يجدد هو معناه مش ويخرج ويجدد غير واللي الناس بعد المؤتمر الاستثنائي ما تعرفش معناه مؤتمر استثنائي كانوا قبل، لأن نقولها ملاحظة وبرا معناها كعملوها رؤساء سابقين يدخل ساعات تغيير على الدستور وباش يضمن معناها دورات أخرى ديمونتافرين ولا يولي كذا ويولي كذا، توا نحن كي نعملوها حرام على غيرنا وحلال علينا نحن، معناها فما ناس راهي قاعدة تلاحظ بطريقة ونقرا نحكي تو بموضوعية وتجرد راهو مش معناها رأي ولا كذا. ثالث حاجة فهمتني الاتحاد بعد 25 جويليا ما كانش واضح معناها وضوح معناها تام اللي خليه معناها يا اما هكا يا اما هكا كريمو قعد يتذبذب في المواقف نتاعه وكل شيء وفي الاخر بعد ما سنه 25 جويليا ولا دار، لان تاكد الاتحاد فما اللي الناس يقولوا مؤخرا لان حسب اعتقادي امور واضحه من الاول من المبادره الاولى اللي ما قبلهاش رئيس الجمهوريه كونه رئيس الجمهوريه ومنظومه 25 جويليا راي ضد المنظمه وضد الاتحاد وربما ضد بعض الاشخاص وربما واني لمحتك النهار من خلال بعض القراءات وكل شيء ربما قلت ربما يقع ايقاف بعض القيادات معناها في المكتب التنفيذي للاتحاد. واضح خاصة بعد رواج عدد من الأسماء في علاقة بممتلكات وإلا يعني أرصدة. جدوا زوج أسماء توا هو الأستاذ نور الدين الطبوبي ونحن كله كل احترام وفما بعض الأسماء الأخرى على كل حال اللي مدولة مش في سياقات رسمية وإنما في بعض التسريبات وبعض المقربين من حفيد الأستاذ حفيد اسمه كذا وهو بيدو قال علاش نجبد اسمه خاطر هو قدم قضية معناها رد الفعل وقدم قضية باش ومن حقه باش يدافع على نفسه. واضح شكرا لك سي فتحي زقيرة، تحياتي لزميلتنا نجلة خليفة هيني. بعد شوية أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان ومجاورها، سينو نبدأ في استقبال ضيوفنا باش ناخذ رأيهم في علاقة بحدث اليوم الأبرز اللي هو عودة مجلس نواب الشعب.